السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تخلطت بين رفيق وحيد وناصر بويش، لهذا السبب تخلطت بيناتهم. تعالوا مع بعض نسمع ماذا يقول. أتمنى من الجميع وضع اللايك والاشتراك وشكرا للجميع. كاين أشياء نروحوا على نظرك تقنيا وماشي تقنيا. نطرحها لك بجانب آخر. أنا قلت لك بلايلي أنا بون ستاجيني يقدر يدير لك ديسيزيون، ولكن كي نهضروا بالمعطيات يقول لك بلايلي من باش تخرج ما تدرب ورفد لو بوا وما قدرش يدير لا ديفيرونس في الماتش تاع الدربي لي بري اون شارج. مثلا نقدر نعطيك هذه، نقدر نعطيك هذه الحجه. يعني كي تكلمني على بلايلي ماركاش جوتير ما داكور، انا جو بور يكون بلايلي في المنتخب خارج المعايير داخل المعايير يكون في المنتخب. هذا رايي انا مسؤول عليه، ولكن كي تقول لي النقاط تاع يوسف بلايلي، حتى نقول لك ياسين ابراهيمي اونسيان في المنتخب يعرف افريقيا، بدايه موسم قويه جدا، يصنع الحدث باداء المتميز، لي باس دي لي بيت لو دريبل، سي 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 ان جيني. ما تحبوش ما تدخلوش هذه المواصفات كامل تقولوا لي لانه بالماضي ما كانش جيني بصح ماشي كيما يوسف. ما قلتش يا شيخ الله، لا راني قلت لك مانيش نقول لك انا كومباراتيف تمتم ديرك صغير كومباراتيف لا عنده ما نقول كيما ماشي كومباري بصح إلي استنجيني. اسمعي ما تقوليش ماشي كيما يوسف، ما نقدرش نظن كومباراتيف لانه اسمح لي يوسف بدات الناخب الوطني يحتاج واحد كي لا فولي كيما يوسف وما يحتاج ياسين ابراهيمي مستوى عالي في بورتو مستوى عالي يبقى فارم ديفيرونس وحده يفتح لي زيسباس لاعب ممتاز ما تقدرش تقول ماشي كيما فلان. انا بور موا يوسف ستانجيني هذا ياسين ابراهيمي ستانجيني حتى هو اتونسيون ما نقلوش من الشان تاعو لانه لم يتم استدعاءه فقط ماشي دو غدوه كان يستدعيه لا 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 شوا هذا شوا من بعد ما نقدروش شوف انا مانيش نزكي يعني قصرا واش يدير الكوتش انا مانيش نقارن بين بويش والعرفي لا ما عرفناش في هذه باسكو بويش خيرو بالماضي لازم يكون مليح والعرفي ما خيرو بالماضي لازم يكون ماشي مليح ما عرفناش في هذه لوجيك. زيد لك حاجه واحده اخرى انا بور بلايلي سنجيني وحتى ياسين ابراهيمي سنجيني وياسين ابراهيمي يا عنده لي كلي كيما بلايلي يكون عنده لي كلي انا هذه القناعه ديالي. السؤال الثاني تقول لي المخططات ما تصعبوهاش على الناس مع المخططات ما تقوليش نيوكليير هذه فوتبول هذا فوتبول عندك مواصفات تعرف تلعب تعرف دير ديسيسيون تقدر لعبك سامي سي سامبل سي سامبل ماشي شرط تقول تجيبو تيتولار لعبك خمس دقائق وين يتبدل لا فيزيونومي تاع الماتش تسحق واحد باش في لاتاك تدخلوا بوكو داتاك بوكو اوفونسيف لازم لك جو سي با كيما يدخل سليماني مع مصر مثلا ما صبناش الحلول فالاري تطلع سليماني الكاميرون كان ياسين ابراهيمي ولا ما كانش الكاميرون نو جو بونس في مصر كان في مصر الكاميرون ما كانش شوف برك شوف جو بونس ما كانش في مصر وما لعبش كامل لي ماتش لعب واحد ان كاردو في مصر ما كانش تما ليكيب كانت نو ليكيب كانت بيان اون بلاص دونك جو بونس نشوف القائمه مي جو بونس ما كانش برك شوف لي برك في الكاميرون الا كان معليش دوك نعطيك الكلمه نحوس لك ولكن الحاجه اللي باش نكمل باش ما ننساش يا شيخ معليش ديما ديما برانسيب لي باسكو الناس يا شيخ اسمح لي سانسير راني فاهم انا الفكره تاعك ما تكسرش راسك راني فاهم لله سبحانه وتعالى هكذا وهذا ماشي نبي بالماضي بو يخطا كيما حنا ماهوش معصوم حبيبي نقول من الخطا ديجا سي سي شوا ديجا ماشي معصوم لا لا لو كان معصوم من الخطا انا ما نجيش البلاطو نتكلم عليها مادام ماشي معصوم من الخطا الي كريتيكابل يا ناس المشكل احنا تاعنا شيخ المشكل تاعنا انا نقول رايي مانيش نفرضوا عليه ولا نفرضوا في البطل نفرضوا نعطي رايي وممكن نكون على خطا